يابا ميشيل. The revenge of our fallen brother. الضابط ده يتحبس مع ماركة تهمة التعدي على ضابط مصر. الجنرال ادم ممكن ياخدهم بس بعد المحاكمة. يقدر ياخدهم دلوقتي ومن هنا. معاك ساعة واحدة بس. يوسف بيك، الجيش الانجليزي بيتحرك ناحية القسم. ان احنا في حرب. خرجوا كل الناس اللي موجودين في القسم. وفين؟ يا ساتر يا رب. الحق ما بيجيبوش اللي مات. بيجيبوا اللي عايش بس. محدش فينا هيموت النهاردة. You tell the Egyptians that I'm coming. And hell's coming with me! Let's fucking go! طب انا عليك يا اخويا، ما تيجي تحت البيت؟ امك صاحبتي. لازم تعرفوا ان الموت قريب. احتمال كلنا نموت. يا رب. يلا يا كلاس! ولا يدخل هنا يموت! مذنب ولا مش مذنب يا يوسف؟ الحرب ابتدت.